هفي بيدك ما حد يفيدك، تمام؟ هفي بيدك، وإذا إيدك تعبت أكو اختراع اسمه حولها على إيد الأخت. تعبت إيدك هاي ارجع حولها على إيدك الثانية. تعبت هاي حولها على إيد الثانية. نعست أنت ونايم هفي روحك. فد نوب تعبت خلي واجبات بالبيت واحد يهفي لك. تعب خلي هو يبدل. أنت نمت لك شوية انطي للثاني هو يبي، وهكذا واحد يهفي للثاني حد ما يطلع الفجر. هم ينامون على البخيخ مثل ما شفنا البارحة بمجلس النواب. 23 سبلت من هالصفحة و23 سبلت من الصفحة الثانية. خير من الله. اكو كهرباء هناك، اكو خط طوارئ، المولدات ما تعطل عليهم، ابراج نقل الطاقة ما تعطل، ما توقع، كل شيء ما يصير عليها، بس على المواطن. كل ما تنقطع الكهرباء يقول لك وقع البرج، انقطع الكيبل، تضررت المحولة، احترقت المحولة. بس هم لا، تلقى هيك وش احمراني متفوح شتافاتها عرضها من الثريد والاكل والدجاج والعصير والمي الاره والكهرباء المستمره والبخيخ والبرد، وينام على راحته وما يحس بالمواطن المسكين اللي يتقلب ويتشوه مثل شيش الكباب. هم لا، فهفي بيدك ما حد يفيدك يا اخوي.